الترحيب بالحضور الكرام من طلاب ومعلمين وشخصيات من مجتمعنا من مجاهدين وأطباء ومدرسين، كما نرحب بأهالي الطلبة الكرام. قال تعالى في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعملا بقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول رسوله الكريم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإننا نقيم هذا الحفل الكريم المبارك للأوائل في معاهد البشر تكريما لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. أنا الطالبة نور حسين من معهد البشر قرية القادرين. عملوا لنا هذا الحفل ليكرمونا أنا ورفقاتي لأنه حفظنا أجزاء من القرآن الكريم. الله يعطيهم العافية ويجزيهم الخير. تأخر الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة في بداية البعثة، فحزن حزنا شديدا وخشي أن يكون ربه قد نسيه أو جافاه، فبعث الله إليه جبريل يقسم له بأنه لم يهجره ويبشره بمحبته ورعايته ويوصيه بعض الوصايا الكريمة. فهدأت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم واطمأن قلبه واستراح ضميره. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى ترفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. الله يبارك فيكم. ضيوفنا، نسألكم سؤال. ما هما الأخشبين؟ الأخشبين سهل كثير على فكرة، ها سهل. أطبق عليهم الأخشبين. جبلين. الله يبارك فيك. باللغة العربية الفصحى، في معانا صبي من الحمامي. هاي الصبي ابتليت بالصمم فأصبح نطق عنده ضعيف جدا، ولكن سبحان الله منذ أن بدأت بتعلم القرآن الكريم تحسن النطق عندها بشكل كبير جدا جدا، وهي الآن تحفظ جزئين. هسه صبي اثنين، ثلاث أجزاء ما شاء الله، وتقولها بأحكام صحيحة 100%. فلتتفضل الصبي كلثوم. كلثوم قدور، تفضل. بحرم كلثوم بحرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أفكار مسممة كل يوم بيزرعوها فينا، كرهوا العرب ببعض ربطوا إيدينا، هذا دينهم ومن دين يجلدوا بسلخوه، هذا رأيه مختلف عن رأيي بذبحوه، شوحوا الأديان كلها الطيبة فيكم ماتت، الظالم داعس على المظلوم اللي على حقه ساكت، يا أمة محمد افهموا شو يلي صاير، مسلم عم يذبح المسلم كأنه كافر. يا أمة محمد فيقوا مشبعكم تذبيح بعض، نبينا وصانا نتوحد ليش نسيت الوعد. يابا علمني، يابا علمني كيف فيني سامح، علمني ما أزعل عماضي لأنه كل شي رايح، قبل ما تعلمني فجر حالي علمني عيش، علمني أنصر المظلوم ساعد الدرويش، علمني كيف أزرع قبل ما تعلمني أقطع، علمني كيف بلقمة الحلال فيني أشبع، علمني كيف أضحك قبل ما تعلمني أبكي، علمني كيف فيني كون صادق لما أحكي. لا تعلمني ديني بالظلم وتقطيع الرؤوس، ديني دين الرحمة لو مهما تغيروا النفوس. معقول لسه في أمل نرجع متل ما
ما كنا، معقول بشوية كلام ينضف مجتمعنا، معقول الناس تحب بعضها وينشروا السلام، يرجع الأمان تختفي كلمات الانتقام، عودوا يا بشر، ما الذي حلى بكم؟ شو اللي صار يا عرب؟ أين تاريخكم؟ ضحكتوا الغرب علينا والشر فيكم زاد، تقاتلوا تنازعوا خربتم البلاد، يا ولا إني مسلم صار يخافوا يدقوا بابي، يا ولا إني مسلم ومني إرهابي. قام فريق تأسيس طفل بالتعاون مع فريق نبض الشام بإقامة حفل تكريمي للطلبة الأوائل في معاهد البشر. هذا الحفل يتضمن مجموعة من الفقرات تهدف إلى تعزيز الطفل وإمكانيات الطفل في حفظ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ليكونوا مشاعل نور في المستقبل القريب، فجزاهم الله خيرا وجزاء معلميهم وأهاليهم كل الجزاء، ونشكر كل من ساهم في هذا العمل. الطالبة أروى مرعندي. الطالبة إسراء إعرابي.